استثمارات ضخمة ومشروعات قومية كبيرة يديرها قطاع البترول الذي يتمتع بثقة المستثمرين والشركاء الأجانب انطلاقا من رؤية استراتيجية واضحة محددة الأهداف والتوقيتات مع التركيز على تصدير المنتجات البتروكيماوية والبترولية عالية الجودة وسد احتياجات السوق المحلي الذي يعد هدفا استراتيجيا قوميا لهذا القطاع المهم والحيوي. كلمة السيد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يسعدني ويشرفني أن أرحب بسيادتكم والسادة الحضور الكرام في أحد صروح صناعة البتروكيماويات على أرض محافظة الأسكندرية. وبهذه المناسبة أرجو أن تسمحوا لي سيادتكم بتقديم عرض موجز عن صناعة البتروكيماويات بالإضافة إلى ملخص عن المشروع الذي نتشرف جميعا بافتتاح سيادتكم له اليوم. الأهداف الاستراتيجية الخاصة بقطاع البترول في إطار برنامج الحكومة بيرتكز على 5 محاور أساسية، وهي زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز وتنميتهم وزيادة الاحتياطي، تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، والتوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة. تسمح لي حضرتك النهارده احنا هنتكلم على المحور الخامس. احنا سبق واتكلمنا عن ال4 محاور في اثناء تشريف حضرتك في افتتاح مصنع موكو في دمياط، وبالتالي النهارده هنركز على الهدف الاستراتيجي الخامس وهو توسع في صناعه البتروكيماويات. من اهم سمات صناعه البتروكيماويات ضخامه الطاقه الانتاجيه، يعني تتسم صناعه البتروكيماويات بصفه عامه انها صناعه كبيره، استثماراتها كبيرة، التقنية بتاعتها عالية، وكمان بتحتاج عمالة متخصصة. إذا كنا بنتكلم على البتروكيماويات فأهمية القيمة المضافة ليها إن هي بتاخد المواد الطبيعية والثروات الطبيعية، وإذا كنا بنتكلم على الغاز الطبيعي بصفة خاصة فإحنا بنقول إن هو بيدخل في صناعات تحويلية كثيرة، ونستطيع إن إحنا نضيف من القيمة السعرية والقيمة للغاز الطبيعي إذا ما دخلنا على صناعات تحويلية، وزي الإيثان أو الإيثيلين والبولي إيثيلين اللي هو مشروع زي مشروع النهاردة. وبالإضافة إلى أنه البتروكيماويات بصفة عامة بتتسم بأنها ممكن تحل محل المواد الطبيعية زي الخشب أو الحديد، وبتدخل في المنتجات اللي بنستعملها في حياتنا اليومية في مختلف المجالات زي في المجالات الزراعة والصناعة والتشييد والإسكان وخلافه. لو اتكلمنا مثلا على صناعة التغليف والتعبئة فإحنا بنستعمل هذه الصناعات في إنتاج الأكياس، الزجاجات، الشكاير. لو اتكلمنا في صناعة السيارات فبيدخل في صناعة الإطارات والضفائر والوصلات. لو اتكلمنا عن التشييد بيدخل في صناعة المواسير سواء الغاز أو المياه، وكمان في القواطع والأرضيات. صناعات أخرى مثل الصوب الزراعية والخراطيم بتاعت المياه والنقاطات الزراعية، وكمان أدوات النظافة والأحذية. استراتيجية قطاع البترول في مجال صناعة البتروكيماويات، احنا بنؤكد على ان مصر مؤهلة تأهيل كامل لقيام صناعة بتروكيماوية كبيرة، وده بسبب توافر عدة مقومات أساسية: المادة الخام، الموقع الجغرافي، البنية الأساسية، وكمان الخبرات الفنية وسوق متناغم. ولذلك وضعت وزارة البترول الاستراتيجية بتاعتها بتعتمد على تنمية صناعة البتروكيماويات على المحاور التالية: 5 محاور الأساسية، توفير احتياجات البلاد من المواد البتروكيماوية والحد من الاستيراد، مساندة خطة الدولة في إقامة تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة، تشجيع الاستثمار في المحلي والعربي والعالمي أو الدولي، وتوفير العديد من فرص العمل
واخيرا تفعيل سياسة التكامل ما بين شركات قطاع البترول. لما نتكلم على تطور صناعة البتروكيماويات في مصر نقدر نقول انه مصر دخلت في صناعة البتروكيماويات اعتبارا من سنة 84 من خلال وحدة في معمل تكرير العامرية، وهذه الوحدة كانت بتنتج او ما زالت بتنتج 50,000 طن من الالكال البنزين الخطي. الالكال البنزين الخطي ده يا فندم بيدخل في صناعة المنظفات. سنة 87 تم تشغيل شركة البتروكيماويات المصرية لانتاج 80,000 طن من البوليفينيل. في سنة 2000 شركة سيدي كرير للبتروكيماويات وبتنتج نفس المنتجات اللي احنا بنتكلم عليها النهارده زي ايثيبكو، ولكن بكميات مختلفة، 300,000 طن ايثيلين و 225,000 طن البولي ايثيلين. سنة 2001 وزارة البترول ايقنت وقالت ده موضوع البتروكيماويات ده صناعة رئيسية، وبدأت بناء على ذلك في وضع خطة استراتيجية بالمشاركة مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال البتروكيماويات، ووضعت هذه الاستراتيجية لتنفيذها على مدار 20 سنة. بناء على ذلك تم تأسيس الشركة القابضة للبتروكيماويات في سنة 2002 لوضع آليات التنفيذ اللي تم وضعها في الاستراتيجية. وبناء عليه من سنة 2002 للنهاردة تم تنفيذ وتشغيل 7 مشروعات عملاقة خاصة بالبتروكيماويات، والنهاردة ده المشروع الثامن إن شاء الله. ال7 مشروعات موجودين بصفة عامة في مدن الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس، وطبعا دي مدن ساحلية، واحنا طبعا بيكون السبب في بعض المادة الأساسية اللي ممكن نستوردها لدخول في الصناعة وكمان لتصدير بعض المنتج. القيمة الكمية الإنتاج 4.5 مليون طن سنويا ل7 مشروعات باستثمارات بلغت 5.5 مليار دولار. قيمة الإنتاج بأسعار النهاردة 2.4 مليار دولار. ونبدأ من الأول، بورسعيد مثلا عندنا شركة البولي بروبيلين، عندنا في دمياط شركة الميثانول اللي هي شركة اي ميثانكس، ودمياط عندنا شركة الأسمدة موكو، عندنا في اسكندرية شركة إيلاب اللي هي بتنتج الألكال البنزين الخطي. لو قلنا بعد قبل ما نحط الخطة القومية يعني قبل سنة 2000 كانت كميات المنتجات البتروكيماوية كانت كميتها حوالي 355,000 طن، وكان قيمتها لو صعرناها بأسعار النهاردة 450 مليون دولار. النهاردة بعد وضع الخطة الاستراتيجية وبعد تنفيذ كل المشروعات دي بلغت الكمية 4.9 مليون طن بأسعار 2.9 أو 2.8 مليار دولار طبقا لأسعار اليوم. لما نتكلم على مساهمة صناعة البتروكيماويات في الاقتصاد القومي من ناحية دخولها في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فالحقيقة ان احنا بنقول انه الهدف الاساسي هو زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل، وطبعا اعداد الكوادر لمثل هذه الصناعات والانشطة. وفقا لتعريف وزارة الصناعة والتجارة فان الصناعات الصغيرة هي الصناعات اللي باستثماراتها من 50,000 ل5 مليون جنيه، والصناعات المتوسطة من 5 مليون ل10 مليون جنيه، وبعمال اقل من 200 عامل. احنا كقطاع بترول كمبادرة بدأنا فعلا بالتنسيق مع بعض المحافظات ووزارة الصناعة والتجارة، وبدأنا بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والقليوبية واسكندرية، بان احنا عملنا دراسات تفصيلية ورحنا عملنا مسح ميداني لهذه المحافظات في المناطق الصناعية اللي فيها، وقدرنا ندرس ونعرف احتياجات تلك المناطق وما ممكن وضعه من صناعات صغيرة ومتوسطة تخدم هذه المناطق والسوق اللي فيها. واحنا بننسق مع وزارة الصناعة، وفي دلوقتي حاليا في منطقة الإسكندرية في مرغم في منطقة صناعية جاهزة وبيتم دلوقتي تشطيبها، هتستوعب حوالي 160 صناعة صغيرة متوسطة، وبالتنسيق مع السيد وزير الصناعة بنرتب لتشغيلها.
دورنا هيكون ان احنا بنوفر المادة الاولية لتلك الصناعات الصغيرة بحيث انها نوفرها لصغار المستثمرين بدون ما يكون في وسطاء، وكمان نقدر نديهم الدعم الفني اللي هم بيحتاجوه في اثناء التشغيل من خلال الدعم الفني ليهم. النهاردة حضرتك مشرفنا بمناسبة افتتاح هذا المشروع، وتسمح لي حضرتك ان انا اتكلم عنه بالتفصيل. الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين إيثيبكو، وهي شركة مصرية 100% وبتجسد فعلا الثمار التعاون ما بين قطاع البترول والبنوك الوطنية المصرية، وهيكل المساهمين 51% قطاع البترول و49% من المؤسسات والبنوك الوطنية. حجم إنتاج الشركة 480 ألف طن، 400 ألف طن من بولي إيثيلين، 60 ألف طن إيثيلين و20 ألف طن بيوتادين. بلغ إجمالي الاستثمار حوالي مليار و925 مليون دولار، وإذا ما قيمنا قيمة المنتجات بالأسعار الحالية يبلغ في حدود 660 مليون دولار. إذا كانت التكلفة مليار و925 مليون دولار، جبناهم ما بين 35% تمويل مساهمين وال 65% تمويل تسهيلات بنكيه وقروض. المليار 925 مليون دولار كان منهم 55% من المكون المحلي. المكون المحلي اشتغلنا على الاعمال الهندسيه وانشاءات والتركيبات والتصنيع المحلي، وطبعا شاركت في هذا شركاتنا الوطنيه المصريه، وعلى سبيل المثال شركة بتروجيت وإنبي، وكانت الأعمال اللي قاموا بها هي الأعمال التصميمات الأساسية الهندسية والتفصيلية، كمان الإنشاءات والخرسانات والمباني وتوريد وتصنيع الهياكل المعدنية وتصنيع وتركيب المواسير وكمان الصهاريج والمستودعات والأعمال الكهربائية. بلغت الأعمال في حدود 750 مليون دولار من الممكن من المكون المحلي لهذه الشركات. شركة إيثيبكو بتجسد الـ يعني نموذج لتجسيد التكامل ما بين شركات القطاع. فلو قلنا ان شركة إيثيبكو بتحتاج ايه في المدخلات بتاعتها والمرافق الخاصة بها، فنقدر نقول انه بتاخد غاز التغذية بتاعها من جاسكو اللي هو الإيثين والبروبين، وكمان بتاخد من المرافق من شركة البتروكيماويات بتاخد المياه. في نفس الوقت بيحصل ما بينها وبين سيدبك تعاون فيما يتعلق بمادة الإيثيلين لمدخلات الإنتاج فيما بعد. في نفس الوقت في ما بين الشركات جاسكو وسيدبك وبتروكيماويات بيحصل إنه بيحصل تبادل في المرافق مياه وكهرباء، وكمان كجاسكو بتدي غاز التغذية والغاز الوقود. شركة إيثيبكو بالمنتج بتاعها بتطلع البولي إيثيلين وبيا اما بتصدره يا اما بتديه للسوق المحلي، وبتطلع إيثيلين كمان بتديه لشركة سبايرينكس، دي احدى الشركات الخاصة بقطاع ايضا، وكمان بتنتج البيوتادين في الوقت الحالي هيتم تصديره الى ان يتم اقامة شركة اخرى تقوم عليها صناعة ويخرج منه البولي بيوتادين. ودي احد المشروعات اللي جاري تقييمها ودراستها. من مميزات مشروع النهاردة ان هو هيوفر احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية، بنعظم القيمة المضافة للمادة الخام، بنشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على المنتج نفسه، وكمان بنشجع الاستثمار المحلي بدعم من البنوك والشركات الوطنية، بنوفر فرص عمل وتبلغ في هذا المشروع 10,000 فرصة عمل في كانت في اثناء الانشاء وبعد التشغيل. تعظيم المكون المحلي، كما ان هذه الصناعات بصفة عامة بتعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي دي بتبقى اضافة للتكنولوجيات لكوادرنا وصناعاتنا في مصر. مش عايز اشك من اهم الحاجات اللي احنا ملتزمين بيها هو التوافق البيئي، وطبعا من ضمن
زي ما شفنا في الفيلم، من ضمن الـ 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 التوافق بتاعنا البيئي هو الصرف الصناعي والوحدات المعالجة ليه. أهم الصناعات القائمة على منتج المشروع، احنا بننتج البوليإيثيلين منخفض الكثافة وعالي الكثافة، وبيدخل في صناعات مختلفة كثيرة، ونقدر نشوف في الجدول اللي بعد كده صور لمختلف الصناعات المنتجات اللي بناخدها. يعني عندنا مثلا الأكياس البلاستيك، الأغطية البلاستيك، العبوات والصناديق البلاستيك. ممكن يطلع برضو فيما يخص بأعمال الإنشاءات والمباني ناخد مواسير المياه. احنا عندنا في الغاز بنطلع برضو مواسير الغاز الطبيعي وبنستخدمها، وصلات البلاستيك وخزانات البلاستيكية. ده كان عرض عام بالنسبة للمصنع. انا الحقيقة احب استأذن حضرتك وانتهز فرصة ان احنا بنتكلم على الغاز التغذية والقيمة المضافة واهمية الغاز بالنسبة لنا في كل الصناعات، ولا سيما صناعة القيمة المضافة، بان انا اتكلم بعد اذن سيادتك عن اهم انجازات واخبار كويسة في الفترة الاخرانية. عندنا حقل نورس. حقل نورس دي بدأت من خلال اتفاقية كان تم توقيعها سنة 88 ما بين هيئة البترول والشريك الأجنبي إيني وبي بي مشاركة، وتم بدء الإنتاج بعد الكشف في سنة 95، وبدأ إنتاج الغاز يزيد إلى أن وصل إلى 127 مليون أدم في سنة 99، ومع التناقص الطبيعي بدأ ينزل إلى أن توقف تماما على الانتاج في نوفمبر 2014. هنا من ضمن الاجراءات اللي كانت بدأنا ناخدها من سنتين هو نبرز المرونة ونغير بعض بنود التفاعلات بتاعتنا مع الشريك الاجنبي، ونعيد بعض التفاوض فيما يخص تسعير الغاز لحث الشريك على مزيد من الاستثمارات وزيادة الانتاج، لان في الفترة اللي فاتت طبعا ما كانش في مبرر بالنسبة لهم ان هم يستثمروا، ولا سيما انه الاقتصاديات بتاعتهم مش تبقى شغالة. فندخل في مفاوضات وندخل في علاقة اقتصادية متوازنة ما بين الطرفين. كان من اثر ذلك ان احنا قدرنا نحدد مثل هذه الفرصة ووضعناها في من ضمن مذكرات التفاهم في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015. فده احد الموضوعات اللي تم انجازها لما عرفناها في مارس 2015 وبدأنا نشتغل عليها. تم فعلا تحديد الكشف وتم الإعلان عنه في يوليو 2015، وهو منطقة ميدوكو وشمال، بيقع في شمال شرق الدلتا في المياه الضحلة. وحتة المياه الضحلة دي حاجة مهمة، لأنه طبعا هيكون مش محتاج استثمارات كبيرة، وفي نفس الوقت هيساعدنا في سرعة الإنتاج. فمن ضمن الميزات ان احنا بدأنا الانتاج في 25 اغسطس مع طبعا بعض اعمال توسعات في البنية التحتية اللي كانت قائمة هناك في منطقة ابو ماضي، وكمان زيادة محطة المعالجة، تم تأجير وحدة زيادة، وحفرنا لغاية دلوقتي 5 ابار برية، ولكن باستخدام تكنولوجيا الحفر المائل بحيث انها توصل للمياه، وده في حد ذاته ميزة لانه بيبقى اوفر واسرع في الانتاج. بعد ما كان توقف في نوفمبر 2014، النهاردة وصلنا 440 مليون ادم مكعب في اليوم. ده في حد ذاته في حدود 10-11% من انتاج مصر الحالي. باذن الله الشهر الجاي في سبتمبر من المخطط ان احنا نوصل ل 700 مليون ادم. ودلوقتي احنا قاعدين بنتفاوض مع الشريك على اساس ان احنا نزود عدد الابار علشان نوصل هذا الانتاج في الربع الاول من 2017 ان شاء الله في حدود مليار ادم مكعب في اليوم. لو قلنا مليار ادم مكعب في اليوم يعني اكتر من 20% من انتاجنا الحالي. انا عايز اقول هنا هو انه دي في منطقة الدلتا البرية، وعايزين هنا نقول انه مش بس ان الاكتشافات اللي احنا شغالين فيها زي كشف زهر
وشمال اسكندريه كلها في المياه والمياه العميقه اللي بتحتاج استثمارات كبيره وتكنولوجيا عاليه. لا، في فرص ايضا بريه لكن كلها بتحتاج مزيد من التفاوض الجدي وعمل توازن اقتصادي مع الشريك، وفي نفس الوقت نشتغل عليها بكل حرص علشان نقدر نطلع انتاج سريع. ليه انا بقول كده؟ عشان حاجتين يا فندم. احنا طبعا يعني الفترة اللي فاتت كنا بنتكلم على اهمية وجود الغاز، وطبعا الغاز النهاردة بيدخل في كل حاجة. النهاردة كنا بنتكلم على مشروعات القيمة المضافة بمقارنة بان انا استخدم الغاز في توليد الكهرباء. معلش يا فندم انا بتكلم على الكهرباء، لان الكهرباء اقدر اقول لحضرتك ان هي في اشهر زي اشهر الصيف النهاردة، اذا كنا احنا النهاردة بننتج 4000 مليون قدم في اليوم وبنستورد 1,200,000 قدم في اليوم، الكهرباء في شهور زي النهارده بتاخد 4000 اللي بنتجهم كلهم، ما يتبقاليش الا المليار و200 مليون قدم استخدمهم للصناعه والمنازل والحاجات دي. طبعا الحته اللي انا عايز اقول عليها ان احنا استهلاكنا في الغاز كبير ولا سيما في الكهرباء. لو اجي اقول مثال بسيط، يعني حتى لما جينا نشوف شهر يوليو بعد ما انتهى الفاتوره بتاعت التكلفه للغاز اللي انا وردته للكهرباء قد ايه، جزء المستورد زائد الجزء اللي بشتريه من الشريك الاجنبي مع الجزء المحلي بتاعي تصل الى 7.2 مليار جنيه، فده رقم جبار يعني. طبعا مش طول السنه هذا الرقم، احنا بيطلع في الصيف وبينزل في الشتاء، لكن شهر 7 بصفة خاصة دخل هذا الرقم. فانا يعني بأكد هنا على الكلام اللي احنا كنا بنقوله من ترشيد الطاقة وترشيد الاستهلاك، وطبعا ده بينسحب على المنتجات البترولية ايضا، لان نفس الشيء لما بنستورد الكميات دي الحقيقة بيبقى عبء علينا. 7 مليار في السنة مش كتير يعني يا فندم؟ في الشهر في الشهر 7 مليار و200 من 10 مليار جنيه في الشهر، يعني 84 مليار جنيه في السنه تقريبا. مظبوط يا فندم، نقول كده. نقول كمان حاجه مهمه، معلش انا هقطعك. اتفضل يا فندم. ان احنا الثلاث سنين الاولين بعد 2011 نتيجه الحاله اللي كنا موجودين فيها في مصر ترتب عليها ان احنا زي ما انت شفتوا كده في العرض الاولاني بتاع الشركه ديت، ان تناقص الانتاج نتيجه عدم وجود استثمارات وعدم وجود عقود مع شركات اجنبيه في مجال الكشف، وتناقص الانتاج بتاعنا لمعدل كبير جدا، وده ضيع علينا فرصه، وكمان كلفنا اموال ضخمه جدا، لان احنا كنا عايزين نعوض ده بان احنا في الاخر محتاجين مشتقات بتروليه ومحتاجين غاز، فهنشتري من بره، يبقى في ضغط على الدولار. انا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ لان احنا هنبقى محتاجين دايما نفكر نفسينا بان احنا ننتبه لكل خطوه بنعملها. انا مش بتكلم على مستوى الحكومه بس، انا بتكلم على مستوانا كلنا كمصريين. اي اجراء بنعمله لازم بيكون ليه تكلفة، نبقى واخدين بالنا منها عشان التكلفة دي ما تأذيناش. الثلاث سنين من 2011 لغاية تقريبا 2014 ما كانش فيه اتفاقيات كتير. الاتفاقيات دي لما بتتعمل احتمالات الكشف بتزيد، لما الكشف بيبقى موجود انتاجنا بيزيد، بيكفينا لو طلع من ارضنا وبتكلفة مالية بدل ما نشتريه من بره بالدولار. ادي النقطة الأولانية. النقطة الثانية اللي كان بيتكلم عليها المهندس طارق، بيتكلم على إن إحنا في قطاع البترول تقريباً حجم المشتقات اللي بتقدم لي سواء كان غاز أو مازوت على مدار السنة 80 مليار جنيه. ده عبارة عن الحاجة المادة اللي بتتحط عشان تشغل محطات التوليد. ده ما دخلش فيها أجور العاملين في قطاع الكهرباء ولا الاستثمارات بتاعتها. الامور بتبقى مش بسيطه في دوله عشان
توفر كهرباء لمصانع ومنازل على مستوى دولة بحجم مصر، ده رقم مش بسيط. تفضل يا فندم. تفضل يا فندم. شكرا. ده في نفس الوقت احنا طبعا برضو بنقول ان احنا طبقا للخطط بتاعتنا فيما يخص الانتاج فيما يتعلق بالغاز، هذا صحيح ده الكشف ده مؤخر، وبنؤكد ان احنا النهاردة كل المؤسسات الدولية كانت بتقول ان منطقة دلتا النيل سواء البرية او البحرية فيها ما يعادل 220 تريليون ادم مكعب باذن الله. فلما بنشوف كشف بعد كشف وبيطلع فعلا غاز، ده بيؤكد هذه الدراسات، بس ده مش هيأتي برضو الا من خلال العمل والمثابرة والتفاوض الجدي والتعادل وعمل معادلة اقتصادية ما بيننا وبين الشريك الاجنبي، والالتزام طبعا بترشيد الاستهلاك. فاحنا ان شاء الله يعني عدة المشروعات اللي في ايدنا دلوقتي مع اللي احنا شغالين فيها، انا برضو احب اقول انه باذن الله على الخطة في العام المالي 2021 باذن الله هيعدي انتاجنا 7.5 مليار ادم مكعب في اليوم باذن الله تعالى. لكن طبعا بما اننا موجودين النهارده في مصنع بنتكلم عن القيمه المضافه، نحب نكون انه هذا الاستهلاك يوجه في مثل هذه الصناعات باذن الله. انا يا فندم كده خلصت، واستاذن حضرتك ان انا اتقدم بالشكر للعاملين بقطاع البترول على الجهد اللي بذلوه في تلبيه احتياجات البلاد والمساهمه في دفع عجله التنميه، كما اتقدم بالشكر الى قواتنا المسلحه الباسله في الهيئه الممثله في الهيئه الهندسيه واداره الشؤون المعنويه على عظيم تعاونها معنا ومساهماتها الفعاله في ابراز هذا الانجاز العظيم، كما اتقدم بشكر خاص الى سيادتكم على تشريفنا بزيارتكم اليوم والتفضل بافتتاح هذا المشروع العملاق. وارجو ان تسمحوا لي بهذه المناسبه ان اقدم لسيادتكم كتاب الله الكريم ليكون خير حافظ، حفظكم الله وحفظ مصرنا الحبيبه.